هذه المدينة صحيح؟ أجل، لكن لكثرة ما نزور من مدن وبيوت ومزارع وممتلكات، فأن الأمر دائما يختلط علينا. هناك في البعيد مزرعة جميلة. أجل، إني أراها. ليتني أتجول فيها، لابد أنها فخمة. شاورني القلق عليك من لحظة ذهابك. لماذا يا أمي؟ ألم تقولي المشي مفيد؟ صح، ليس دائما وإلى وقت متأخر. سرت ببطء يا أمه إلى النهر. إلى النهر؟ لكنه بعيد جدا. ليس من الحكمة في شيء أن تعرض نفسك لأي مكروه. ها أنا في أحسن حال. لو تعلمين، رأيت مخيما للغجر، عربات جميلة وملونة، والغجر يا أمي يرتدون ملابس غريبة ويبدون سعداء. دون سوى أولئك الغجر المشهورين باللصوصية والمغامرة والبشاعة. لم أجدهم هكذا. المساكين كتب عليهم التنقل. أتعرفين يا ابنتي، سمعت أنهم يخطفون. إنها مجرد أقاويل. ما هي أخبار العائلة سيد خوليو؟ زوجتي وابنتي بخير لحسن الحظ. أمضتا وقتا طويلا في البيت الريفي. أجل، إنهما هناك منذ بضعة أشهر وتأبيان العودة. ماريسلا ابنتي مأخوذة بهواية الفروسية والأعمال المنزلية، أصبحت مدبرة بارعة جدا مع أنها امرأة. متى تتوقع رجوعهما سيد خوليو؟ زوجتي تقول أنها تفتقد جدا للسيد أمبارو. أتصور ذلك، فهما صديقتان. غدا يستقلني القطار لأهتم بأمور أهملتها بضعة أشهر. وتعرف المثل، بعيد عن العين بعيد عن القلب. ماذا يا أمي؟ هل وردت أخبار عن أبي؟ لا شيء. لم يحن بعد وقت عودة خوليو. إن الرحلة تتطلب 5 أيام بالعربة من العاصمة إلى موراليا. أضيف المسافة إلى هنا. أظن أن خوليو سيصل غدا أو بعد غد. كلما بعدت أخباره كان أفضل. صدقتي. أتتخيلينه إن اكتشف أمر هذا؟ ماريسيلا، ماريسيلا. أمي وصلت العربة. والدك، إنه والدك. ارحمنا يا الله، ارحمنا. سيدي، أتذهب إلى الإسطبل أولا لرؤية الأحصنة أم إلى الحظيرة؟ فقد ولد أمس عجم جميل. هيا هيا بنا. ما الأمر خوستو؟ يبدو أنك لا تريدني أن أرى عائلتي أولا. ماذا يخفون؟ أمي اذهب الآن. ماذا سنفعل؟ اذهب إلى غرفتك، سأخبرها أنك مريضة. هيا اذهبي بسرعة. أمبارو، ماريسيلا، أين أنتما؟ لم تخرجا لاستقبالي. أمبارو، خوليو لم نتوقع قدومك. ألا يحظى هذا المسافر المتعب بقبلة؟ أكيد، بالطبع. كيف حالك؟ ما الأمر؟ لما ترتجفين؟ ارتجف؟ لا، انها المفاجأة فحسب. وماريسيلا؟ خوليو كانت مريضة.
اليوم عطلة لأن نجما غزاريا سيولد لباردو. في الواقع كل ما أراه هو غزاري مثلي. وهو شاب لطيف أيضا. حقا؟ لقد قرأت له كفة، سيصبح عازف كمان، لهذا دعوته باردو باسم فنان. إلى اللقاء باردو. إلى اللقاء. أتساءل ماذا يجري في الداخل يا خوستو؟ الله وحده يعلم، لكن السيد لن يسمح لأحد بالدخول إلى المنزل، ولا حتى الطاهية شونا. خوليو، أسألك بالله، دع خشينتا أو شونا تساعداني، فأنا عاجزة لوحدي قد تموت ماريسيلا. لن يدخل أحد هذا المنزل. أتريدين أن تنتشر هذه الفضيحة؟ لكن ماذا لو ماتت؟ إنها تستحق ذلك عقابا لها. كيف يمكنك أن تتكلم هكذا؟ إنها ابنتك. لا لا، ليست ابنتي، وأنت تعرفين ذلك جيدا. أخفيتما الحقيقة عني، اختبأتما هنا لأنك